اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، نبداها بالعناوين. مواطنون يستعيدون مقتنيات قديمه كانوا سلموها الى دار المخطوطات بصنعاء. نازحو التحيتة من الحياة في منازلهم إلى السكن تحت الأشجار. والبي بي سي تدعو إلى التعرف على تجارب الوحدة العربية، إحداها استمرت 24 ساعة فقط. منذ أيام نشر موقع يمن مونيتور تقريرا حول المخاطر التي تتعرض لها مخطوطات اليمن، لعل هناك من يهتم أو يلتفت لثروة تاريخية تتعرض للفناء. وعنوان الموقع: ذاكرة اليمن معروضة للبيع، المخطوطات تكافح للبقاء مع توسع عمل مافيا الآثار. يقول الموقع إن المخطوطات اليمنية تكافح من أجل البقاء في البلاد مع قيام مالكها إما ببيعها للخارج أو سحبها لتبقى في منازلهم. ويكشف الموقع عن قيام مافيا الآثار بالتنقل بين المنازل لشراء المخطوطات من المحتفظين بها منذ زمن، مع اتهامات للحوثيين بالمشاركة في بيعها. استطلع يمن مونيتور دار المخطوطات اليمنية بصنعاء، وقال مسؤول عليه إن اليمن تعاني نزيف خطير للذاكرة، وبشكل يومي يسحب من يملكون المخطوطات مخطوطاتهم من الدار بعد أن فشل الحوثيون بدفع مبالغ مالية لهم لإبقاء مخطوطاتهم. ووصلت مديونية دار المخطوطات إلى 100 مليون ريال يمني حسب ما أفاد مسؤولون في الدار، الذين قالوا إنهم عجزوا عن شراء المخطوطات التي تعود ملكيتها للمواطنين في صنعاء. وقال مصدر مسؤول يعمل في دار المخطوطات في صنعاء بتصريح خاص ليمن مونيتور أن دار المخطوطات يسلم من يطالب المخطوطات الخاصة به والتي تعود إلى ملكيته بعد العجز عن تقديم مبلغ مالي له كي تكون لصالح دار المخطوطات. وقال المصدر إن المخطوطات في اليمن تقع بين الإهمال ومطامع تجار الآثار والمهربين الذين أخذوا يجوبون بيوت العلم لشراء المخطوطات بأبخس الأثمان. قالت باحثة أمريكية إن سياسة إدارة ترامب الحالية تجاه اليمن تتفق بشكل عام مع نهج إدارة أوباما. وذكرت الباحثة الأمريكية فارشا كودوفاير في مقال لها بإحد المواقع المعنية بالدفاع عن الديمقراطية أنه منذ أكثر من عقد من الزمان عملت الولايات المتحدة مع شركاء يمنيين وحلفاء دول الخليج لمواجهة التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وأضافت في المقال الذي ترجم لصالح الموقع بوست: بعد اندلاع الحرب في العام 2015 دعمت الولايات المتحدة التحالف الذي تقومه السعودية نيابة عن الحكومة اليمنية المعترف بها ضد كل من حركة الحوثي المدعومة إيرانيا والقوات المتمردة الأخرى. وتضيف: في عهد أوباما نشرت الولايات المتحدة قوات عمليات خاصة لدعم حملة مكافحة الإرهاب التي تقودها الإمارات العربية المتحدة. استمرت هذه السياسة في رئاسة ترامب. أوضحت أن الولايات المتحدة تدعم حملة الإمارات بالاستخبارات والمراقبة والتزود بالوقود في الجو والدعم الطبي وبشكل منفصل. تشن الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد أهداف القاعدة في شبه الجزيرة العربية وأهداف الدولة الإسلامية. وخلال السنة الأولى من إدارة ترامب أجرت الولايات المتحدة 131 ضربة في اليمن، أي أكثر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة، على الرغم من أن وتيرتها قلت بشكل كبير في العام 2018. ثورة فبراير والفاشية الحوثية، تحت هذا العنوان كتب محمد المقبلي مقاله المنشور في المصدر أونلاين. النماذج الهواياتية الأيديولوجية المغلقة فشلت في استيعاب التحولات التي خلقتها ثورة بلا أيديولوجيا تقدم الحرية والديمقراطية كأولوية على الأيديولوجيا ولا تلتزم بالنماذج الأيديولوجية الجاهزة، لكنها تعكس التنوع الثري والمفتوح على الجميع، وشكلت مفاجأة لا يمكن إسقاط التفسيرات الجاهزة على حركتها وتوجهها العام. وحدها القوى السياسية التي ستنبثق من كينونة تلك الثورات هي القادرة على صناعة التحولات الاستراتيجية التي تعبر عن كينونة الثورات الجديدة والمتجددة والحدث الأكثر دهشة وإثارة على مستوى الشرق. لتفسير سلوك الظاهرة الحوثية علنياً في سياق ثورة 11 من فبراير، لا يمكن لنا أن نفسر ذلك السلوك إلا من خلال فحص النموذج الثوري في الذهنية العليا الموجهة للجماعة. ذلك أن الجماعة التي أعلنت انضمامها إلى ثورة 11 من فبراير السلمية
كانت تجد في النموذج السلمي عبئاً ثقيلاً يتطلب منها تأهيلاً عميقاً وطويلاً لكي تتعاطى مع هذا النموذج الذي تماهى معه الشباب من أول لحظة. والواضح أن جماعة الحوثي لم تكن تلقي بالاً للنموذج الوطني ممثلاً بثورة سبتمبر وأكتوبر ولا الثورات السلمية بتوجهاتها المدنية، إنما كان النموذج السلالي والإمامي والنموذج الإيراني الخميني بنسخته الفاشية ممثلاً بالفاشية المسلحة الدينية المنطلقة من زوايا الحوزة المظلمة، هما النموذجان المغريان لجماعة. ولم تكن تونس أيضاً تشكل ملهماً حقيقياً لجماعة الحوثية، إنما كان حزب الله وزعيمه هو مصدر التوجيه العربي لجماعة الحوثية. وعلى طول أشهر الثورة السلمية لم تستطع جماعة الحوثي التكيف مع النموذج السلمي، ولم تدفع بأعضائها إلى الاندماج الوطني مع الشباب في الساحات، بل التزمت عز كوادرها ومحاولة فصلهم عن الخطاب والوعي المدني السلمي والجدل والتنوع والاختلاف الذي كانت تكتظ به ساحات الثورة السلمية. أجرت ميليشيا الحوثي تغييراً على المناهج الدراسية لطلبة المدارس والجامعات اليمنية بقصد تغيير الهوية اليمنية بأفكار طائفية وتفخيخ عقول الأطفال والشباب بأفكارهم المستوردة. يعنون موقع مأرب بريس المناهج الدراسية في اليمن في خطر، ويقول الموقع أنه خلال العامين الماضيين أجرت الميليشيا المدعومة من إيران تعديلات كبيرة على المناهج التعليمية في عدد من المواد الدراسية، منها مادة الثقافة الإسلامية لطلاب الجامعات اليمنية، حيث أدخل الحوثيون على المناهج التعليمية الكثير من الدروس ذات الصبغة الطائفية المستنسخة من التجربة الإيرانية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تدمير الهوية والنسيج والسلم الاجتماعي في اليمن. تكمن الخطورة في أن تلك الأفكار الطائفية والخرافات التي يدعيها الحوثي كان يتم تدريسها فقط فيما يسمى بالدورات الثقافية لمن يوالونه، إلى أن باتت في صلب العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد اليمنية. تحول سكان التحيتة من مواطنين يقطنون منازلهم إلى مشردين ونازحين يعيشون تحت الأشجار مع مواشيهم، وعنوان موقع عدن لاند في صفحته الرئيسية. نازحوا التحيتة من مواطنين في منازلهم إلى مشردين تحت الأشجار. ويورد الموقع حالة لأحد الأسر التي شردتها ميليشيا الحوثي من منازلها، وقد نزحت واستقرت مع مواشيها تحت الأشجار في أطراف مديرية التحيتة. يضيف الموقع: حياة مسالمة يعيشها السكان في الحديدة لم ترق لميليشيا الحوثي. وأفاد الموقع أن العائلات بأطفالها ونسائها تفترش الأرض ولا شيء يقيها البرد، لأن الميليشيا لا تسمح لهم بأخذ مقتنياتهم من الملابس والأدوات المنزلية. تقول إحدى النساء هناك: خرجنا لا نحمل سوى ملابسنا التي على أجسادنا. باتت الحكومة اليمنية ترى في اتفاق ستوكهولم الذي أبرمته مع الحوثيين برعاية أممية في ديسمبر الماضي، كما تقول لصحيفة الشرق الأوسط، فرصة أخيرة للحل الشامل. وزير الخارجية خالد اليماني أكد خلال اجتماع وزاري في بروكسل أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يشكل مدخلا لمواصلة التقدم نحو جولات مشاورات مقبلة لمناقشة الحل الشامل، والفشل في اتفاقات السويد ليس خيارا واردا. يضيف اليماني: في حال أخفق الحوثيون في تنفيذ الاتفاق خصوصا ما يتعلق بالحديدة، لن يكون باستطاعة الجميع إجبارهم على تحقيق التزامات الحل الشامل وفق القرار 2216. في غضون ذلك، طالب مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع في اليمن بالعمل على وجه السرعة من أجل تنفيذ الخطة المتفق عليها لإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. الغزالة والكلب السلوقي تحت هذا العنوان كتب خالد القشطيني مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: الكلب السلوقي هو ذلك الكلب النحيف والخفيف والمفرط في السرعة، ولهذا اعتمد الصيادون عليه في عمليات صيدهم. وهكذا قالت الأسطورة إن مثل هذا الكلب السلوقي انطلق يطارد غزالة، وفي جريهما السريع هذا التفتت الغزالة وقالت له وهي تجري أمامه: عد وارجع ولا تتعب نفسك فإنك لن تلحق بي. وقال لها: ومن أدراك بذلك؟ قالت: إنك لن تلحق بي لأنك تركض لسيدك وأنا أركض لنفسي ولنجاتي بحياتي. تفسر الأسطورة سببا من أسباب عدم الكفاءة في مكاتبنا،
فالموظف فيها يشعر بأنه إنما يكدح من أجل المدير أو المسؤول الكبير، وليس من أجل نفسه أو من أجل وطنه أو تعليم ديانته. تحققت تلك الأسطورة قبل سنوات عندما عاد بطل الركض الكندي وأحد النجوم الأولمبيين بن جونسون من ليبيا، عندما كان يدرب سيف الإسلام ابن القذافي على الركض. مر في طريقه بروما فإذا بفتاة صبية تنشل منه ما جاء به من فلوس ليبيا. ركض وراءها هذا البطل العالمي في الركض، بين أنه لم يستطع أن يلحق بها وهي تجري في شارع دولتشافيتا الشهير. أمر عجيب أليس كذلك؟ هذا البطل العالمي في الركض وأحد النجوم الأولمبيين يعجز عن اللحاق بصبية صغيرة، ولكن الأسطورة القديمة تفسر لنا ذلك. فهذه الصبية الفقيرة كانت تركض من أجل نفسها ولقمة خبز أسرتها، وهذا العداء العالمي كان يركض من أجل فلوس كسبها بالبلاش. كان هو السلوقي وكانت هي الغزالة. الديلي تيليغراف نشرت مقالا لجاريث براون موفدها إلى مدينة الغيضة اليمنية عنوانه كالتالي: اليأس يتزايد بينما يحكم السعوديون قبضتهم على اليمن. يقول براون إن مدينة الغيضة ومحافظة المهرة في أقصى شرق اليمن قد تجنبتا الكثير من الدمار الذي لحق بباقي أرجاء البلد خلال الحرب الأهلية، لكن مؤخرا أصبحت هناك معاناة شديدة. ويوضح براون أن محافظة المهرة أصبحت تختنق بسبب الحصار السعودي، فالأوضاع الاقتصادية أصبحت شبه منهارة والمستشفيات لا تجد الإمدادات الكافية من الأدوية، حتى الصيادون منعوا من الإبحار بقواربهم لصيد الأسماك. ويضيف براون في المادة الصحفية التي ترجمتها البي بي سي أن السعودية تؤكد أنها تقوم بالكثير من المشاريع لإنماء المنطقة، لكن السكان يقولون أن الإجراءات المشددة من الجانب السعودي خاصة على منطقة الحدود والتي تهدف إلى منع عملية التهريب تخنق المهرة. ويوضح براون أن السعودية تبرر الإجراءات المشددة على الحدود اليمنية بأنها تهدف إلى منع الحوثيين من تهريب الصواريخ والذخائر القادمة من إيران إلى الأراضي اليمنية. شهد شهر فبراير عام 1958 تجربتين وحدويتين عربيتين كانت نهايتهما الفشل، وفي الواقع أن قائمة تجارب الوحدة العربية لا تكاد تحوي سوى تجربة واحدة هي التي يمكن وصفها بأنها ناجحة. موقع البي بي سي يذكر بعدد من الأحداث الوحدوية العربية معنونا تقريره: إحداها استمرت 24 ساعة فقط، تعرف على تجارب الوحدة العربية. يتحدث تقرير الموقع عن أقصر وحدة بالتاريخ الحديث، حيث أنه في 12 من يناير عام 1974 أعلن عن قيام الوحدة بين ليبيا وتونس باسم الجمهورية العربية الإسلامية بعد لقاء بين الرئيسين معمر القذافي والحبيب بوركيبة. ولكن بعد الإعلان عن الاتفاق بساعات تراجع بوركيبة بسبب شكوكه تجاه القذافي. وتطرقت البي بي سي إلى وحدة استمرت 4 أشهر، حيث أنه في 14 من فبراير عام 1958 أطلقت المملكتان العراقية والأردنية الاتحاد العربي الهاشمي، وكان أساس هذا الاتحاد أن ملكي الدولتين فيصل الثاني والحسين بن طلال أرادا استباق التحرك الوحدوي بين مصر وسوريا في عهد جمال عبد الناصر. وعقب إطاحة الجيش العراقي بالنظام الملكي أعلن عن حل الاتحاد بعد 4 أشهر فقط من قيامه. التجربة المهمة وفق الشبكة البريطانية هي الوحدة اليمنية، والتي أعلنت رسميا في 22 من مايو عام 1990، وهي تجربة يصفها كثيرون من أبناء جنوب اليمن بأنها كانت اتحاد بالقوة. صحيفة القدس العربي عنونت في أخبارها المنوعة: سياسي هولندي يعتنق الإسلام بعد أن كان من أشد كارهيه ومعارضيه. البرلمان الهولندي السابق من الحزب من أجل الحرية اليميني المتطرف يورام فان كلافير قال في حديث للإذاعة الهولندية: كنت أواجه خلال قيامي بهذا العمل عدد متزايد من الأشياء التي جعلت رؤيتي للإسلام أكثر هشاشة. فان كلافير كان عضوا في البرلمان الهولندي من العام 2010 حتى العام 2014، ومثل الحزب من أجل الحرية الذي يتزعمه السياسي المشهور بمواقفه المتشددة المناهضة للإسلام فيلدرز. أسس فان كلافيرن بعد ذلك قوة سياسية جديدة أطلق عليها اسم الحزب من أجل هولندا، لكنه فشل في الفوز بمقعد في البرلمان خلال انتخابات 2017، اعتزل السياسة بعد ذلك. تتابع الصحيفة: فان كلافيرن نطق بالشهادتين في 26 من أكتوبر عام 2018 خلال إجرائه أبحاثا عن الدين الإسلامي، وألف كتابا أشار فيه إلى عدم صحة الأفكار المعادية
للإسلام. أجمل صور الأسبوع المنوعة بين الملتقطة لحيوانات وأخرى للبشر والمناظر الطبيعية كما نشرتها الديلي تيليغراف، نتابعها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. ماذا تقول لنا الريش اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف، نتابع. بهذه الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج كشف الصحافة في الغد، حلقة جديدة في أمان الله.